وقتي فضل. اخد وقتي. لا انا اول حاجه سعر المكان ليس للمستاجر انه يسال عن سعره كان كام وقت ما اتبنى، لانه هو الحقيقه بيدفع قيمه انتفاعه بالوحده، مش بيدفع اقساط ثمن الوحده طبقا للتعاقد اللي هو كان متعاقد عليه. ناتي لنقطه الخلوات. نعم. الخلو كان مجرما، الخلو ظهر بمجرد ظهور لجان تخفيض القيمه الايجاريه، وبناء عليه جرمته الدوله ووضعته على انه جريمه نصب. ما ينفعش اقول ان اهالينا هو حضرتك بتنكر متهمين متهمين على فكرة بجريمه نصب دون ان يكون لديكم الدليل على هذا. ثانية واحدة، جيب لي دليل واحد ان واحد على فكرة احنا مش بنتخانق مبدئيا، بس عشان انا والله مش خناقة يا فندم، يعني احنا عايز اوصل لده. في فرق بين ان احنا عاملين حوار مجتمعي، في فرق بين ان احنا عاملين خناقة. انا عايز افض نقطة خناقة بس انا عارفة. لا والله يا فندم انا عايز افض نقطة الخلو اللي دايما بيتكلموا فيها، لان الحقيقة احنا في دولة قانون كويس. هات لي ما يثبت ان واحد دفع خلو. كان في حاجة اسمها مقدمات، وهذه في فترة من الفترات وهذه المقدمات كانت بتخصم من القيم الإيجارية على مدى عدد سنوات. أوكي؟ وده كان مشروع وكان له حد. نعم. أوكي؟ لكن خلو كخلو، الخلو كان جريمة، وكان يكتفي القانون بأن المستأجر يروح وبدون شهود يقول فلان أخذ مني، فلان أخذ مني كان بيعاقب. فإذا قبل المستأجر أخذ دفع هذا الخلو كويس، فهو مشارك في الجريمة وليس من حقه أو مطالبة بشيء زي ده. طيب خلينا علشان أنا برضو مش عايزة أخد وقت كتير في اللي فات. أنا طيب. سألت أستاذ عمرو ده عدل؟ ما ردش. لا أنا قلت لحضرتك ده عدل لأن هو دافع قيمة الوحدة، يبقى قلت إن ده عدل. تمام. وأنا قلت لحضرتك إن هو كان بيدفع قيمة إيجارية مش بيدفع ثمن الوحدة. لا يا فندم، ده كان النظام، ده كان النظام المتبع. ما كانوش الجزئية التانية. الجزئية التانية حضرتك قلت فيه نقطتين. ما هو النقطتين كانت نقطة إن هو بيتكلم في قيمة المكان. نعم. كويس. وأنا رديت عليها إن هو مش من حقه دوت. النهارده يا فندم أنا أجرت من حضرتك عربية وقعدت 10 سنين مأجرها، دفعت لك في ال 10 سنين قيمتها، تيجي اجي اقول لك العربية دي بقت بتاعتي خلاص؟ لا ما حصلش. ولا احنا حد قال ان الشقة ملك للمستأجر. يا فندم يا فندم هذا توريث. عندنا كام عدد؟ هذا توريث. هذا توريث حوالي 10 مليون. ثانية واحدة أستاذ أيمن. حوالي 10 مليون. عندنا كام عدد؟ حوالي 10 مليون وحدة على مستوى مصر. تجاري وسكني. لا كلمني على السكني، التجاري نعمله حلقة لوحده. تمام. السكني ما هو هما متراوح ما بين الاثنين حوالي 10 مليون وحده. لا لا مفيش كده على مستوى مصر. مفيش عدد 10 مليون. 10 مليون مواطن. لا 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 لا. بيدفع ايجار اللي حضرتك قلته ده. لا ما هو ما حدش، هو ال 10 جنيه هو بيقولها طبعا ادنى حد، وبيدي يعني المثال الايه. حضرتك انا اللي بسألك. مش هو. تمام. 10 مليون مواطن مصري. الايجارات يا فندم معلش. دفعوا ثمن هذه العقارات. دفعوا ثمن هذه العقارات والعدد. أيوة تقريبا متوسط كده. كم تقريبا بعد اذن حضرتك استاذ ايمن؟ سعادتك الارقام عندنا 3 مليون، ده طبق الاحصائيات بتاعت الدوله. ايوه 3 مليون و 19600. 3 مليون. لا لا كل الايجار القديم، كل الايجار القديم سكني وتجاري. هقول لحضرتك 3 مليون و 19662 وحدة. اللي ساكن فيهم المجهول 3 مليون دول. عفوا 3 مليون سكني وتجاري. طبقا لإحصائيات الدولة. ايوه يا فندم. تمام.